بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاء هذا اليوم على المعتاد، وهو في كتاب معالم السنن للإمام الخطابي في شرح سنن أبي داود. ويعني لأن المادة العلمية وإن كانت ليست كبيرة لأن الكتاب مختصر، لكن تحتاج إلى وقت لقطع أشواط فيها حتى تكثر وتعظم الفائدة إن شاء الله. ولذلك يعني نضطر إلى تأخير اللقاء أو الكلام في الكتاب الآخر، وهو نيل المرام في تفسير آيات الأحكام لعلام صديق حسن خان، أو نجعله مرة ومرة، يعني اللقاء هذا مثلا في هذا في معالم السنة، المرة الأخرى نقسم بالدور يعني بالتناوب، مرة في معالم السنن ومرة في نيل المرام. ننظر في هذا وما رأيكم بعد، نشوف ما الذي ترون. لكن القصد إن لأن ساعة في الدرس لا يعني لا تغطي أو لا تفي بالكلام على قضايا أو مسائل في هذا الشرح الجليل والنفيس على وجازته واختصاره، فلا بد من هذا إذا يأسر الله ذلك ومن به سبحانه. فتكلمنا في اللقاء السابق على ما ذكره الإمام الخطابي رحمه الله من أن من يرى في مسألة الكلام على سنن الفطرة، وهذا آخر الحديث الأخير في باب السواك الذي ذكره أبو داود السجستاني في كتابه هذا الذي شرحه الإمام الخطابي رحمه الله، هذا الحديث الأخير وهو سنن الفطرة العشر، تكلمنا عنها وفيها حديث عائشة رضي الله عنها، عشر من الفطرة، قص الشارب إلى آخر الحديث، وإعفاء اللحية والسواك. هو ذكره لأجل هذا، أورده أبو داود، الإمام أبو داود أورد هذا الحديث ليس للكلام على الخصال الأخرى، لأن عشر خصال، إنما هو قصده بذلك أن يذكرها، أن يدلل على أن السواك من خصال الفطرة، فذكر هذا الحديث. وإلا فهذه الخصال الأخرى كلها لها أبواب ولها كلام يأتي على تأتي في باب الأدب، تأتي في أبواب في باب الوضوء كذلك، لأن فيها الاستنشاق، وتأتي أيضا أو وتأتي سبق في بعض الأحاديث في باب التخلي أو باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة أو باب التخلي فيما سبق، الأبواب التي مرت بنا أو سبق الكلام عليها. المهم أن هذا الحديث ينتظم أبوابا كثيرة، لكن ذكره لوجود السواك. فأقصد أن آخر ما تكلمنا فيه في اللقاء السابق ما ذكره الخطابي رحمه الله من أنه قد يستدل بهذا الحديث من يرى المضة والاستنشاق غير واجبين في شيء من الطهارات ويراهما سنة. وهذا يعني هذا هو المعروف في مذهب الإمام أحمد، لأن فروض الوضوء ستة في مذهبه وفي مذهب كثير من أهل العلم أنها ستة. ما هي؟ غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومعنى إلى المرفقين في الآية لآية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هذه معناها مع المرافق كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، إلى معناها مع المرافق، لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغسل اليدين ويدخل في غسلهما المرفقين. يعني هنا إلى ليست زي مثل حتى حرف انتهاء الغاية يعني نهايتها المرفق، لا، المرفق يدخل في غسل اليدين، إلى المرافق يعني مع المرافق. هذا نقل الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع على ذلك، إجماع أهل العلم على أن معنى أو أن المقصود بقوله سبحانه إلى المرافق يعني مع المرافق، يعني المرافق داخل المرفق، هذا داخل في غسيل، لأنه قد يصل إلى المرافق يقوم يترك المرفق ويظن أنه مدام إليه يعني هو خارج، إلى ما بعد إلى خارج عن ما قبلها، لا، إلى يعني مع المرافق.
فقال بأن هذا يستدل بمن يرى قد يستدل به من يرى المضمض من استشهاد غير واجبين في شيء من الطهارات ويراهما سنة كنظائره من الكرات مثل لأن هذه الخصال يقول هذه الخصال العشرة ليست كلها واجبة ليست واجبة كلها يعني ليست على درجة واحدة في الحكم وإن كانت سيقت مساقا واحدا يقول هذا ليس بشرط ليس بشرط أن تأتي الخصال في 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 سياق أن تساق إذا سيقت الخصال في مساق واحد ليس ذلك بلازم أن يكون لها حكم واحد لأن سيقت مساق واحد ما هو معنى ذلك أنه لابد أنها تكون حكم وأن يكون أن يكون حكمها حكما واحدا لا ليس بشرط وليدلل على هذا المعنى يعني يقول من الدليل على هذا أنه لا يلزم أن الخصال زي خصال العشرة الخصال الفطرة هذه العشرة أو غيرها من الخصال إذا سيقت مساق واحد معناها ليس معنى ذلك أو لا يلزم ذلك أن حكمها يكون حكما واحدا فبعضها واجب وبعضها ليس بواجب مسنون مندوب فمن الدليل على ذلك ذكر الحديث الذي هو فقال الذي يدل على ذلك أيضا ذكر له لأن ليس داخلا في موضوع في موضوع السواك ولا في خصال الفطرة في موضوع آخر وهو أنه قال وقد روي شوف الآن أذكر لك ما يتعلق بهذا بكلمة روي قال وقد روي أنه كره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعة أعضاء ها كرهها النبي صلى الله عليه وسلم كرهها أكلها يعني كرهها مو كره يعني كرهها أبغضها يعني كرهها أكلها يعني فيكون أكلها مكروها ثم ذكرها وهي الدم قال الدم والمرارة والحياء والغدة والذكر والأنثيين والمثانة قال والدم حرام هذه سبعة خصال أو سبعة أعضاء سيقت مساق واحد لكن حكمها واحد لا ليس حرام ليه لأن الدم حرام الدم يدخل فيها الدم حرام بالإجماع الدم المسفوح بنص القرآن حرام لا يدخل في ليس كالخصال أو الأعضاء الأخرى التي يكتفى بها أو التي نص فيها على الكراهة فيقول هذه سبع أعضاء لكن ليس حكمها واحدا الدم مختلف عنها مع أنه إيش ذكر معها في سياق واحد الدم ذكر معها في سياق واحد لكن له حكم آخر وهو الحرمة الدم حرام بالإجماع لا يجوز الدم المسفوح الدم المسفوح أما الدم الذي يكون في داخل مختلط باللحم داخل هذا معفو عنه ما يمكن لكن الدم المسفوح المصبوب يعني ها هذا حرام بالإجماع بنص القرآن وبإجماع الأمة لكنه مذكور هنا في سياق الكراهة المهم أنه قال رحمه الله وقد روي لأن ويقصد بذلك أو يشير بذلك إلى أن الحديث ضعيف لأني ذكرت لكم في اللقاء السابق أن هذا الحديث لا يحتج به الحديث الذي ذكره لا ينتهض للاحتجاج لا تقوم بحجة لأنه حديث ضعيف فبين في تخريجه والحكم عليه أن عبد الرزاق الصدعاني خرجه في مصنفه وكذلك الإمام البيهقي في سننه الكبرى والطبراني في معجم الكبير لكن البيهقي الذي الإمام البيهقي تلميذ أبي عبد الله الحاكم وصاحبه تلميذ أبي عبد الحاكم صاحب المستدرك هذا البيهقي الإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى والسنن الصغرى وكتب أخرى من أئمة الحديث الذين بعد قرون بعد التدوين وقت أو العصر الذهبي للتدوين يعني يعتبر بداية المتأخرين من أهل الحديث بداية في زمنه يعني زمنه ليس متأخرا منزلة لكن زمنه بداية يعتبر المتأخرين في الحديث في التصنيف يعني في الحديث سبقه أئمة كثيرون فالبيهقي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث قال بأنه مرسل عن ابن عباس الصحيح أنه مرسل وليس مرفوعا إلى النبي حديث عن ابن عباس هذا الحديث الذي قاله الذي ذكره الخطابي روية صيغة يسموها صيغة التمريض وسمونها صيغة التمريض أو التضعيف وتدل على إيش على ضعف الحديث هذا أنا أقصد أنا ذكرت هذا حتى لا يقول أحد كيف الإمام الخطابي وهو رجل محدث وإمام ولا يخفى عليه مثل هذا كيف يذكر ذلك الحديث في هذا الباب وهو يعلم أنه ضعيف أن لا شك الذي نعتقده أنه لا يغيب عنه ذلك لأنه مطلع على
على السنة وعلى الحديث كما ستلاحظون في هذا الكتاب. يأتي بكثير من الأحاديث فينقدها ويبين ما فيها من ضعف بكلام موجز بين يدل على تبحره وإمامته أيضا في العلم الحديثي أو في علم السنة أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما قال وروي جاء بهذه الصيغة، ما جزم، ما قال وروى أهل الحديث أو وقال صلى الله عليه وسلم كما يصنع كثير من الناس، يأتي إلى الحديث الضعيف فيقول قال صلى الله عليه وسلم، وربما خطب به على المنبر وربما ذكره في محاضرة أو في درس جازما به. لما تقول قال وروى هذه صيغ إيش؟ صيغ جازمة، يعني تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أما لما تقول روية أو قيل هذه يسمونها عند أهل الحديث أو في علماء مصطلح الحديث يقولون أنها صيغة التمريض، يعني في مرض، هنا في مرض، في علة، يعني معناه أن الحديث ضعيف، إشارة إلى ضعف الحديث. ولذلك هو أخلى، إن صح التعبير، أخلى ساحته أو أبرأ ذمته بقوله وروية، هذا في احتياط، لم يجزم بالحديث، لم يقل وروى فلان أو روى الدارقطني أو روى قضاعي أو روى أي أحد من المصنفين، وذكر الرواية بالجزم روى. ولذلك أيضا تعلمون أنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله يأتي هذا، يأتي في مسألة، في قضية المعلقات الذي ذكر الإمام البخاري في صحيحه على قسمين، كما هو يعرف طلبة الحديث والمتخصصون في علم الحديث أن المعلقات على قسمين يوردها البخاري، قسم يورده منها بصيغة الجزم، قال القعنبي، قال ابن عباس، قال أحيانا النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدخل في المعلق المجزوم به. وهذا معناه أنه صح عنده، ولكنه أورده هنا معلقا لأنه ليس على شرط الصحيح، ما هو معنى ضعيف، لكنه ليس على شرط الصحيح فأورده معلقا. هذا أحد أسباب إراده المعلقات، أسباب كثيرة، ليس هذا وقت إرادها أو موضع إرادة، بس بالمناسبة. القسم الثاني معلقاته أنه يذكرها بالتمريض زي هذه، روية ويذكر عن ابن عباس ويذكر عن القعنبي ويذكر عن رسول الله إلى آخره. فهذه صيغة لا يستفاد منها جزم، كما قال ابن الصلاح رحمه الله، يستفاد منها جزم بصحة الحديث، بل هي إشارة إلى ضعفه، إشارة إلى ضعفه، وإنما ذكر استئناسا بها لأن هذه المعلقات منقطعة، المعلقات هذه ليست متصلة الإسناد، فهي ليست من موضوع الكتاب. لا واحد يحتج علينا الآن من الذين جعلوا صحيح الإمام البخاري هدفا لهم من الجهلة والتافهين، وأحسنهم حالا هو ضعيف البضاعة أو مزج البضاعة في هذا العلم، فيتصور على مثل صحيح الإمام البخاري ويقول فيها حديث ليست صحيحة أو ليست متصلة. نقول المعلقات هذه ليست من موضوع الكتاب. موضوع الكتاب ما هو؟ موضوعه الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة، هذا موضوع أحاديث صحيح البخاري. هل المعلقات هذه ليست، يعني كما نقول على الهامش، يذكرها على الهامش، ليست من أصل موضوع الكتاب، مثل ما تضع أنت تؤلف كتابا فتجعل هامش أسفل تذكر فيه إضافات أو توضيحات أو مراجع أو غير ذلك. فالمعلقات بمثابة الهوامش، كلام في الهامش، ليس من أصل الكتاب، ليس من أصل موضوع الكتاب. أصل موضوع الكتاب إيش؟ الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمى كتابه إيش؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الاسم الذي وضعه له الإمام البخاري رحمه. إذن جامع المسند، هذه مسندة ليست مسندة، إذن ليست من موضوع الكتاب، فليس لها حكم الكتاب، هذه ليست لها حكم أحاديث الكتاب. المهم أن الخطابية رحمه الله لما قال روية فهذا إشارة منه، هذه إشارة منه إلى ضعف الحديث وعدم ثبوته. والمشكلة أنه يثبت حكما، ليس في فضائل الأعمال، هذا الحديث ليس في فضائل الأعمال، حتى يقال أن بعض أهل العلم يتساهلون في الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال، ولكن بشروطها الثلاثة المعروفة
ليست مطلقة، الذين يقبلون الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال لا يقبلونها مطلقا هكذا، لا يقبلونها بشروط ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في رسالته التي ذكرها في ما يتعلق بالأحاديث الواردة في فضل شهر رجب، سماها تبيين العجب في فضائل شهر رجب أو فيما ورد في فضل شهر رجب، ذكر الشروط، شروط ثلاثة للاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس في الأحكام، الأحكام لا يقبلون فيها الحديث الضعيف، لا بد أن يكون ثابتا لأن هذا شرع، لأن هذا حكم. وعلى كل حال حتى القبول بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس متفقا عليه، لكن القصد أن من أجاز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترط لها الشروط الثلاثة، وهي أن تكون الضعف ليس شديد الضعف، يعني ضعف قريب محتمل كما قال ابن الصلاح، وأن تندرج تحت أصل معمول به، وأن يعتقد عند ثبوتها لا يعتقد ثبوتها وإنما يعتقد الاحتياط، يعمل بها الاحتياط لأنها قد تصح من طريق آخر لا يعلمه. فبهذه الشروط الثلاثة أجاز بعض أهل الحديث، ليس كل أهل الحديث أجاز. فالإمام البخاري وشيخه ابن المديني الأئمة الكبار المشاهير من أهل الحديث لا يقبلون بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، يقولون أن فيما صح غنية، فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية، يعني ما يغني عن الأخذ بالأحاديث الضعيفة، فلا يؤخذ بها لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. لكن من أجاز الأخذ بفضائل الأعمال أخذها أو أجاز الأخذ بها في فضائل الأعمال بهذه الشروط الثلاثة مقيدة، يعني ليس أخذا مفتوحا. فهذا المهم، أن المقصود حتى نعتذر أو نبين أن الإمام الخطابي لا يخفى عليه إن شاء الله مثل هذا، والدليل على مثل هذا يعني أن الحديث ضعيف، لكنه لما قال وروي فهذه إشارة إلى عدم صحة الحديث، لأن هذه صيغة التمريض، فاكتفى بذلك، فاكتفى بالإشارة عن العبارة، اكتفى بالإشارة عن العبارة. وهو قصده على كل حال هذا لا يدخل أصلا، هذا الحديث ليس من موضوع الكتاب، إنما هو قصده أن يأتي به ليثبت أو ليدلل على أن لما يكون في الحديث أو أن لما توجد عندنا خصال متعددة مثل خصال الفطرة العشرة هذه لا يلزم من أنها سيقت مساقا واحدا أن يكون لها حكم واحد، ودليل على ذلك أتى بهذا الحديث ليدلل على ضعفه، ليدلل على أن هذه الأعضاء التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها ليست كلها على درجة واحدة في الحكم، فمنها الدم، والدم حرام، نعم الدم حرام لا شك في ذلك، حرام بنص القرآن ثم إجماع الأمة، الدم المسفوح المصبوب، هذه إلماعة وتنبيه لأنها كانت آخر ما تكلمنا فيه في اللقاء السابق. يعني واحد قد يأتي يقول أنت كيف تقول أنه حديث ضعيف وقد ذكر الخطابي الذي ليس له إلمام بهذه الأمور وبهذه القضايا وبهذه التخريجات وبالأحكام على الحديث وما يتعلق بهذه الأمور، قد يستغرب أو قد يحتج يقول أن الخطابي ذكر الحديث وهو يحتج به، هو ما ذكره احتجاجا به، هو ما ذكره مثالا لأنه قد ترد عدة أمور سيقت مساق واحد لكن حكمها مختلف، حكمها ليس واحدا، معنى سيقت مساق واحد حكم واحد، لا حكمها مختلف، ما هو شرط أنه إذا سيقت مساق واحد أن يكون حكم هذه الأمور التي وردت في الحديث أو الخصال أو الأعضاء مثل ما في حديث الشاه هذه التي الأعضاء التي كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها حكم واحد، بل بعضها حرام وليس مكروها فقط، يعني أشد من المكروه، أشد الحرام أقوى وأشد من المكروه مثل الدم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا، اللهم آمين. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ومن باب فرض الوضوء
قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فيه من الفقه أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها. وفيه دليل أن الطواف لا يجزئ بغير طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة فقال الطواف صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. وفي قوله ولا صدقة من غلول بيان أن من سرق مالا أو خانه ثم تصدق به لم يجز وإن كان نواه عن صاحبه. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به على صاحب المال لم تسقط عنه تبعته، وإن كان طعاما فأطعمه إياه لم يبرأ منه ما لم يعلمه بذلك. وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة ولغيرهم معروف وليس من أداء الحقوق ورد الظلامات. نعم، فهذا الحديث اللي عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، هكذا ذكره المنذري رحمه الله في اختصاره لسنن أبي داود. الحافظ المنذري زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري اختصر سنن أبي داود المتن الذي يشرحه الإمام الخطابي، حذف الأسانيد وأبقى الحديث عن الصحابي فقط، لكنه لما ساق هذا الحديث قدم الصدقة على الصلاة، قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قلنا الطهور والطهور، الطهور بالضم هو إيش؟ العمل نفسه اللي هو الوضوء التطهر يعني، وأما الطهور وهو صفة للماء الذي يتطهر به. لكن نقل السيوطي رحمه الله، الإمام السيوطي نقل عن سيبويه الإمام اللغوي المعروف من أئمة اللغة أن الطهور بالفتح يطلق على الاثنين، هذا نقل السيوطي عن سيبويه القول يعني المشهور في عند أهل المؤلفين في شروح الحديث والمستفيد منتشر أن الطهور هو الماء الذي يتطهر بالفتح، والطهور هو نفس التطهر العملية العمل. لكن نقل السيوطي رحمه الله عن سيبويه الإمام اللغوي أو من أئمة اللغة معروف قال بأن الطهور أيضا بالفتح يصح إطلاقها على المصدر يعني التطهر، وعلى يجوز يعني يقول يجوز ذلك، جوزه سيبوي، لكن يجوز أننا نقول طهور ونقصد به إيش؟ الوضوء، وطهور نقصد به الماء في وقت في بضبط واحد. هذا أجازه سيبوي فيما نقله السيوطي رحمه الله عنه، لكن المشهور هو هذا التفريق، وهو أن الطهور هو الماء الذي يتطهر بالفتح، والطهور هو العملية العمل الوضوء نفس الوضوء أو التطهر. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، لكن ليس من طريق أو من رواية أبي المليح، لكن من حديث ابن عمر، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا يكون إيش؟ شاهدا لحديث أبي المليح، لأن الحديث لما يأتي من رواية صحابي آخر ويشترك مع الصحابي الأول في نفس الحديث إما باللفظ وإما بالمعنى، اشترك في لفظ الحديث معه أو في معناه، فهذا يسمى شاهد. فحديث ابن عمر حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي المليح. هذا حديث ابن عمر أخرجه مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، وأخرجه الترمذي، أخرجه الترمذي كذلك في جامعه، وابن ماجه أيضا. هذا الحديث الذي عندنا الذي رواه أبو داود رحمه الله أخرجه كذلك النسائي في سننه الكبرى. لما يطلق النسائي عادة ينصرف إلى القصد، يكون المقصود السنن الكبرى له، لأن هي الأصل، هي الأصل السنن الكبرى. فإذا قيل النسائي الأصل أن المقصود به في سننه الكبرى.
وليس في الصغرى. فأخرجه كذلك مع يعني فوافق أبا داود في إخراجه النسائي وابن ماجه. لكن يقول الصلاة في جميعهم مقدمة على الصدقة، يعني قال لا صلاة بغير إيش، بغير طهور، بغير تطهر، ولا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أما عند المنذري قدم الصدقة على عند المنذري نقلا عن بعض روايات السنن، ما جابها المنذري من عنده، ليس مثلا من عنده، لكن نقلا عن السنن أيضا، سنن في بعض روايات سنن أبي داود، لأنه له روايات متعددة كما عرفنا في كلامنا في المدخل إلى هذه السنن، له روايات كثيرة ليست رواية واحدة، أكثر من 4-6 روايات، كثير من روايات متعددة للسنن. ففي بعض الروايات هو ذكر هذه أنها التقديم الصدقة، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. لكن الجميع كما قال، جميع الذين رووا هذا الحديث، يعني مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة عدا أبي داود، هؤلاء جميعهم أخرجوا الحديث بتقديم الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والقبول المقصود به أن تقع الصلاة مجزئة، تقع الصلاة يعني متوفرة فيها الشروط، مجتملة على الشروط، مجزئة، ها، وتترتب عليها آثارها، وتترتب عليها آثارها، وتسقط القضاء. هذا معنى القبول. القبول يعني لما يقول لا، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تجزئ، كأنه يقول لا تجزئ، معنى القبول كأنه معنى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني لا تجزئ الصلاة بغير طهور، لا تجزئ، لأن القبول هو هذا، وهذا مراد القبول، معناه قلنا كما سمعتم، وهو هذا هو معنى الصحة أيضا. القبول هو معنى الصحة، بمعنى الصحة أيضا، لا يقبل الله يعني القبول، وهو أن تأتي العبادة متوفرة أو مشتملة على الشروط المشترط فيها، فتكون مجزئة وتترتب عليها آثارها وتسقط القضاء. تترتب على آثارها يعني في الآخرة، في الثواب، ترتب الآثار، لأن هذا معنى الصحة. الصحة لما يقول صحيح، هذا معنى الصحيح. الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره، ها، ويسقط القضاء. ترتب على آثاره يعني في الآخرة بالثواب، يكون يعني يحظى بثوابه، يحظى بثواب هذه العبادة التي عملها. ويسقط القضاء يعني في الدنيا، في العبادة ما يحتاج يعيدها، خلاص إذا وقعت صحيحة العبادة أسقط القضاء. لكن ليس الذي ذكره الحافظ رحمه الله في شرح الحديث، الحافظ ابن حجر في فتح الباري تكلم على هذا مبينا على أن مع ذلك أن الصحة ليست الصحة، إذا قيل الصحة لما يقول الصحيح وهو الذي تترتب عليه آثاره ويسقط القضاء، هذا قد يصح العمل لكن لا تترتب عليه آثاره. العمل صحيح، العمل صحيح من حيث أنه أسقط القضاء، نعم، ما يحتاج إلى إعادته، صلى، توفرت الشروط، أو توضأ بشروط الوضوء، فروض الوضوء، أتى بفروض الوضوء وأكملها، أتى بفروض الوضوء كاملة، لكن مع ذلك لم الصحة تخلفت لمانع، وجود مانع، لوجود مانع. ولذلك قال فأنه أن القبول أعم من الصحة، فليس كل فكل مقبول صحيحا، ولكن ليس كل صحيح مقبولا، ليس كل صحيح مقبولا، كل مقبول صحيح، لأنه ما دام قبل لن يقبل إلا إذا كان صحيحا، إذا صح لن يقبل إلا إذا كان صحيحا. سيه لا يقبل الله صلاة يعني لا تجزئ صلاة إلا بطهور. إذا كان شخص متطهر متوضئا مرتفعا طبعا رافعا للحدث الأكبر والحدث الأصغر، الحدث الأكبر جنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة، والحدث الأصغر وهو الخارج أمام ما يترتب على خروج من أحد السبيلين،
لكن مع ذلك كما قال رحمه الله الشوكاني في نيل الأوطار وقبله ابن دقيق العيد، قد يقال أو قد يرد عليه بأن القواعد الشرعية تقتضي أن العمل إذا كان مقبولا فإنه تترتب عليه آثاره. هذه القواعد الشرعية تقتضي ذلك، القواعد الشرعية تقتضي ذلك، لأنه قال أن في قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ رحمه الله أن في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، كذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، الحديث الذي في صحيح مسلم. قال هذا نفي حقيقي، هذا نفي حقيقي للصحة. ثم بعد ذلك ثنى على هذا بقوله رحمه الله لأنه ليس كل ما صح يكون مقبولا، فقد يصح العمل لكن لا يقبل لوجود مانع، لا يقبل لوجود مانع، مثل إيش؟ مثلا أنه يتوضأ أو يصلي لكنه يصلي لم يقصد بذلك وجه الله عز وجل، إنما صلى رياء كما كان يصنع إيش المنافقون. الصلاة صحيحة، هو أتى بالصلاة بأركانها وبشروطها وتوضأ لها قبل ذلك وتطهر وكذا، لكنه صلى صلاة لا يريد بها الله ولا يرجو بها الدار الآخرة، لا يرجو بها الله ولا الدار الآخرة، كصنيع المنافقين مثلا. الأمثل على ذلك كثيرة. فهنا الصلاة صحت صحة ظاهرية، نعم حسب الظاهر صحيحة، لكنها تقبل عند الله عز وجل؟ يعني يثيب عليها صاحبها؟ لا، ما يثيب. أو يعمل عملا صالحا لكن يشرك فيه مع الله عز وجل غيره، فهذا أيضا لا يصح ولا يقبله الله عز وجل. وقد نص سبحانه على ذلك في الحديث القدسي عندما قال سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل حتى وإن كان صحيحا لكنه لما داخله عدم الإخلاص لم يكن مترتبا، لا تترتب عليه آثاره في الآخرة، وإن كان ترتب عليه أو قبل في الدنيا، في الدنيا يعني بمعنى أسقط القضاء. ما نقول له أعد الصلاة، لا نقول له أعد الصلاة، الصلاة أتى بها صحيحة لأنها كاملة من حيث الشروط ومن حيث الواجبات ومن حيث الأركان ومن حيث كل ما يترتب أو كل ما يقتضي صحتها، فأتى به، لكنه في نيته، لأن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث والتي يقوم عليها الدين، قوله صلى الله عليه وسلم إنما يدخل في كل أبواب العلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة في الظاهر حصلت، أنه هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكنه لم يقصد بذلك الهجرة المعنى المفهوم من الهجرة، وهو ترك أو الانتقال من دار الكفر إلى الإسلام، لم يقصد ذلك، وإنما قصد شيء آخر، لونية أخرى من الهجرة، وهاجر في الظاهر، لكن لذلك قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ما قصد بذلك الهجرة المشروعة أو الهجرة المشروعة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني هجرته إذا كانت للدنيا فيأخذ من الدنيا ما شاء. ولهذا ذكر الطبراني وذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري أيضا أن الطبراني روى، الإمام الطبراني روى في معجمه الكبير عن في هذا الحديث، في نفس حديث إن الأعمال بالنيات، قال أن أحد الصحابة أو أحد من هاجر من مكة إلى المدينة هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فكنا نقول له مهاجر أم قيس، كان الصحابة يقولون له أنت مهاجر أم قيس، لأن هاجر ليتزوج، انطبق عليه الحديث أو صح الحديث في حقه، لأنه لم يهاجر لأجل الهجرة وإنما هاجر ليتزوج أم قيس. قال فكنا نطلق عليه أو نسميه مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. لكن قال أنه ليس في الحديث دليل على أنه قيل بسبب أن حديث إن أعمال بالنيات قيل أو هذا أو قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ليس في الحديث الذي ذكره الطبراني دليل
على أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم قاله بسبب هذه القصة، لكن هذه يعني أتت بمناسبة الحديث الذي فيه في آخره هذه العبارة أو هذه الفائدة، وهو أن من الناس من يهاجر لدنيا، كذلك فيه من يهاجر ويريد الله والدار الآخرة، ومنهم من يهاجر ليتزوج امرأة. هذا عمل مباح، مباح ولا مباح؟ مباح، لكنه لا يعطى ثواب الهجرة. لماذا؟ لأن ليست نيته الهجرة، ليست نيته خالصة أو ممحضة أو لا يريد الهجرة أصلا، وإن كان هاجر صورة أو شكلا، لكن في قلبه وفي نويته التي يعلمها يطلع عليها من يعلم السر وأخفى، اطلع عليها العزيز الرحيم سبحانه، هذا هاجر لأجل الزواج، فيأخذ لأجل يتزوج امرأة أو ليتاجر أو لأنك السوق أربح في البلد هذه فيها ربح أكثر وفيها مجالات أوسع، فهاجر لأجل ذلك، فلا يكون له ثواب الهجرة، لا يكون له ثواب الهجرة. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو الخيانة، الغلول الخيانة والسرقة، والأصل فيه كما قال النووي رحمه الله وغيره هو الأخذ من الغنيمة أو السرقة أو الاختلاص من الغنيمة قبل قسمتها، خيانة يعني خفية، يأخذ بعيدا عن نظر الإمام أو أمير الغزو، يأخذ خفية شيء من الغنائم مجمع، يأخذها بدون علم الإمام وبدون من يدري أحد إلا الذي خلقه سبحانه طبعا مطلع على هذا. فهذا هو أصل معنى الغلول. فإذا حصل بأن أن شخصا عرض له ذلك أو عمل هذا العمل فغل، وهذا قد ورد في القرآن، فنفاه الله عز وجل عن نبيه، فقال سبحانه إيش: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول محرم، الغلول محرم لأنه خيانة وسرقة، خيانة وسرقة، وأصله هو هذا، يطلق على الخيانة بشكل عام والسرقة لكن أصله هو الأخذ، أصل معناه هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فهي خيانة موجودة، معنى الخيانة فيه لأنها خفية وبدون علم الإمام أو الأمير يأخذها، فهذه تسمى غلولا. فلو حصل أن شخصا أخذ أو دخل مبتلي أو بلي بهذا العمل فكان غالا غلا من الغنيمة أو سرق أو خان، ثم بعد ذلك ندم مثلا، ندم على صنيع هذا وأراد أن يتصدق من هذا المغلول الذي غله أو من هذه السرقة التي سرقها، هل يجوز تجوز هذه الصدقة؟ لا تجوز، لا تقبل بنص الحديث أن الله لا يقبل صدقة من غلول مأخوذة. هذا مثل الآن يسموه غسيل الأموال، ممكن قريب من هذا الذي يسمى غسيل الأموال، تقريبا داخل في هذا، لأن في معنى الخيانة وفي يعني يأخذ المال من أصل هذا المال خبيث أو محرم فيبيضه، يسموه تبيض أو غسيل الأموال، يحاول أنه يشغله في أعمال مشروعة، يعني هذا قريب من هذا، قريب من هذا، ليس مثله تماما لكن قريب منه، داخل فيه في لأنه داخل في معنى القيانة ومحاولة إصلاح هذا الأمر بسلوك مغاير. هذا سرق أول فيريد أن يصلح أو يرقع الثوب هذا أو يجبر هذا الكسر بأن يتصدق بهذا المسروق، هل يقبل الله ذلك؟ لا يقبله بنص الحديث، أنه لا يقبل الله ذلك، لأنه لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر عباده بأمر به المرسلين، قال إيش: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأن الله لا يقبل إلا طيب، طيب لا يقبل إلا طيب، هذا ليس طيبا، الغلول والخيانة والمال المسروق طيب ليس بطيب بل هو خبيث، مال خبيث، فما يصح لو تصدق به. طيب لو تصدق به على نفس المسروق منه، يعني حصل أنه ما يعرف هذا الشخص لما فأراد أن يتخلص أو يبيض هذا المال أو يعمل له يعني حيلة أو يعمل له مخرج، فتصدق به فوقعت الصدقة
على أو ذهبت الصدقة إلى الشخص المسروق منه بدون من يعلم، هو طبعا ما يعلم أنه هذا الشخص الذي سرقه أو هو نفس المسروق منه أيضا لا يعلم أن هذا هو السارق. العكس قد يكون العكس، كل هذا وارد، هذا لا يعلم قد يكون، وقد يكون العكس هذاك لا يعلم عن هذا أن المال هو ماله. المهم إذا حصل ذلك فأيضا لا تجزئ كذلك، لا يجزئ لأنها صدق، حتى لو كانت إلى الشخص المسروق منه يقول لا يجزئه ذلك. وإن كان طعاما يقول حتى لو كان طعاما فأطعمه إياه، المغلول هذا أو المسروق لو كان طعاما، واحد سرق من شخص طعام، أخذ أي طعام يؤكل، يعني كلام طعام أي نوع من النوع يؤكل، فأخذ هذا الطعام سرقه وبدون طبعا علم هذا الشيء أو بدون رضاه وبدون إذنه، ثم ندم وأراد أن تصدق به عليه، ها يقول لا يجوز لا إطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة، لأهل الحاجة صدقة إطعام الطعام. وهذا قد ذبها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول خطبة في أول خطبة له لما وصل المدينة خطب أو قال في خطبة له يا أيها الناس، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، في رواية صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإطعام الطعام هذا قال إيش، هذا أمر من المعروف لأهل الحاجة هو صدقة، ولغيرهم اللي ما هم محتاجين لما تطعم، لما أنت تدعو أحدا لبيتك لكنه غني هو عنده مثل ما عندك ولا أكثر يمكن، فهذا ليس من باب الصدقة، هذه صدقة، هو ليس محتاجا لكنك تطعمه، لأن إطعام الطعام من الأمور التي تستفتح بها أبواب الجنة حتى لو كان غير محتاج، لأنه إذا كان غير محتاج قال هذا من المعروف يدخل في المعروف، أما إذا كان محتاج فهو صدقة. يقول وليس من أداء الحقوق ورد الظلمات. لماذا لا يجوز أنه لو أطعمه، إذا أطعمه لا يجوز أو لا يكون إطعامه لهذا المسروق منه لا يكون مسقطا عنه الإثم؟ لماذا؟ السبب قال لأن الإطعام هو إما إيش صدقة إذا كان المطعم محتاج، وإما إيش معروف إذا كان المطعم ليس محتاجا غني أو ليس محتاجا ليس فقيرا، وهذا الإطعام ليس من أداء الحقوق، ما يدخل في أداء الحقوق ولا رد الظلمات. أنت تبغى ترد تعطي تنزع أو تنزل عن كاهلك أو تتنزه عن هذا الطعام الذي سرقته فما فتطعم هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، لأن إطعام الطعام ليس إيش من أداء الحقوق وليس من رد الظلمات، إنما هو أحد أمرين، إما صدقة على محتاج وإما معروف إذا كان غير محتاج، ما في ثالث، ليس هناك ثالث، فلا يدخل في رد الظلمات وليس من أداء الحقوق في شيء، ولذلك لا يصح لو أطعم المسروق طعاما سرقه منه ما يرفع عنه الإثم، لأن هذا ليس، لأن إطعام الطعام ليس من رد الظلمات، ما يدخل يعني لا يدخل في أداء الحقوق ولا في رد الظلمات. الظلامات جمع إيش؟ ظلامة جمع مظالمة أو مظلمة، ظلامات. نعم. قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيه من الفقه هذا الحديث كذلك أخرجه أيضا بالإضافة إلى أبي داود صاحب السنن، بالإضافة إلى أبي داود صاحب السنن التي بين أيدينا الآن، أخرجه كذلك من أصحاب السنن الترمذي في جامعه، الجامع المختصر من السنن المشهور بسنن الترمذي رحمه الله، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ابن سورة الترمذي الضرير صاحب السنن أو الجامع المختصر من السنن، بعضهم يطلق عليه الجامع الصحيح وليس بصحيح، الجامع الصحيح هذا هو ليس في كل ما فيه حديث صحيح كالبخاري ومسلم، ولم يمحضه للصحيح ولم يعمل على ذلك، بس فيه أحاديث بل فيه أحاديث متعددة المراتب، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف كذلك،
فكيف يسمى الجامع الصحيح؟ لا، الجامع المختصر من السنن، الجامع المختصر، لكن ليس جامع جامع السنن أو الجامع المختصر، ولكن ليس الجامع الصحيح، ليس لا يقال صحيح الترمذي كما لا يقال صحيح أبي داود، كما لا يقال صحيح النسائي، كما لا يقال صحيح ابن ماجه، وإن كانت وإن تضمنت هذه السنن تضمنت أحاديث صحيحة كثيرة كما تبين لنا في الكلام على المدخل إلى هذه السنن قبل بضعة أشهر لما تكلمنا عن المدخل إلى هذه السنن. ليست ممحضة للصحيح، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وتكلمنا على هذا أنه لما قال أبو داود رحمه الله ذكرت فيه، أي في هذا الكتاب كتاب السنن، ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه، وبعضها أصح من بعض، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، إلى آخر ما تكلمنا. هذا كله ذكرنا بحمد الله الذي حضر معنا، والذي ما حضر يراجع موجود في مسجل هذا الحديث بحمد الله. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قلنا أخرجه الترمذي وابن ماجه، والترمذي رحمه الله عادة من عادته، هذه من خصائص كتابه الجليل السنن، أنه يعقب أو يردف الحديث بالكلام على درجته وبالكلام على فقهه أيضا. فقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ووصفه بأنه حسن صحيح، بأنه حسن صحيح، وأن أكثر أهل العلم على القول به، أن أكثر أهل العلم على القول به، وهو أن مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. وهذا يقول الخطابي رحمه الله أن فيه من الفقه، نعم، قال رحمه الله فيه من الفقه أن تكبيرة الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة، وذلك لأنه أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن تعرى مبادئها عن النية، لكن تضامها كما لا يجزيه، يعني نعم كما لا يجزيه إلا بمضامة سائر شرائطها من استقبال القبلة وستر العورة. هو يريد أن يقول بأن هذا، أن قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، هذا فيه دليل على اشتراط النية لإيش؟ للطهور. هذا قصده رحمه الله، أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور دليل على أن النية، على اشتراط النية لهذا الطهور، أن لأنه وصف الطهور بأنه مفتاح الصلاة، بأنه مفتاح الصلاة. وهذا فيه كما قال ابن القيم رحمه الله، كما ذكر ابن القيم في تهذيبه لهذه السنن أيضا، في تهذيبه لسنن أبي داود رحمه الله تكلم كلاما جامعا مانعا عظيما على هذه المسألة، وقال فيه بأن هذا، بأن قوله صلى الله عليه وسلم، بأن قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، قال فيه دليل على اعتبار النية في الطهارة من وجه بديع. ما هو الوجه بديع؟ وجه بديع أنه، أن قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور فيه دليل على اشتراط النية من وجه بديع. ما هو الوجه بديع؟ قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطهور بمثابة المفتاح، مفتاح الشيء للصلاة، مفتاح للصلاة. والشيء لما يكون له مفتاح أعد له، لما أنت تعد مفتاح لشيء، فهذا الذي يأتي ليفتح هذا الباب يكون قاصدا أنه يأتي بالمفتاح هذا، فقاصد بإرادته وبنيته بعزمه وبإرادته أن يفتح، أن يستعمل هذا المفتاح ليدخل أو ليكون يعني مدخلا أو سببا لدخول المكان الذي يريده. فيقول لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الطهور مفتاح الصلاة التي لا تفتتح ويدخل فيها إلا به، بهذا المفتاح وهو الطهور، وما كان مفتاحا لشيء كان قد وضع لأجله وأعد له، دل ذلك على أن كونه مفتاحا للصلاة هو جهة كونه طهورا. ليش كان مفتاح للصلاة؟ أنه طهور. الوضوء ليش جعل مفتاحا للصلاة؟ السبب أنه هو جهة كونه طهورا، فإنه يعني الطهور إنما شرع للصلاة وجعل مفتاحا لها، ومن المعلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لا بد أن يكون الآتي به قاصدا، اللي بده يدخل يأتي بشيء له مفتاح،
لابد أن يكون قاصدا أن يأخذ هذا المفتاح حتى يدخل هذا المدخل أو المكان، صح ولا لا؟ فلابد من النية، لابد من النية أن يكون آتي قاصدا ما جعل مفتاحا له، يعني قاصد الطهور، وهذه هي النية، هذه هي النية، لابد أن يكون قاصدا ما جعل مفتاحا له ومدخلا إليه، هذا هو المعروف حسا كما هو ثابت شرعا. هذا شيء يعني لما يقول بالمعروف يعني بالبداهة، أن الذي يريد أن يدخل مكانا له مفتاح جعل له، لابد أن يقصد أنه إيش؟ أن يأخذ المفتاح حتى يدخل، عارف بأنه لن يستطيع أن يدخل إلا بهذا المفتاح، فهو يقصد أخذ المفتاح، وهذا هو النية للطهور. المفتاح طهور كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحتاج إلى نية كما قال من وجه بديع. ومن المعلوم يدلل على هذا المعنى على صحة هذا المعنى، يقول ومن المعلوم أن من سقط في ماء، واحد سقط في ماء وهو لا يريد التطهر، واحد سقط في بحر، سقط في نهر، سقط في بركة ماء كما يقولون أو في مسبح، سقط وتروش جسمه كله وحصل التطهر خلاص، كان عليه نجاسة أو كان المهم تطهر، حصل التطهر ولا ما حصل؟ حصل، دخل في الماء بكل بجسمه كله غير شبه غريق يعني، لكن ما غريق نجا. فيقول سقط في ماء وهو لا يريد التطهر، هذا أتى بمفتاح الصلاة؟ لم يأتي بما هو مفتاح الصلاة، وإن كان قد حصل التطهر، وإن كان حصل التطهر فلا تفتتح، ولم يأتي بمفتاح بما هو مفتاح الصلاة فلا تفتح له الصلاة، يعني مغلق، ما جاب المفتاح فالصلاة مغلقة. لو صلى ما تصح صلاته، لو صلى ما تصح، ما جاب المفتاح، لما توضأ ما قصد، ما نوى ولا التطهر حصل، لم ينوي، فلا تفتح له الصلاة. وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله إلا الله، واحد حكى عن آخر أنه قال أن هذا فلان قال لا إله إلا الله وهو غير قاصد قولها، وهو غير قاصد، حكى عن غيره بأنه قال لا إله، قال فلان قال لا إله إلا الله وما يقصد قولها، فإنها الشهادة هذه لا إله إلا الله لا تكون مفتاحا للجنة، منه ما تكون مفتاح للجنة، لأنه لم يقصدها، ما قصدها، هو حكاية بحكي، يعني واحد كافر ليس مسلما، فقال إن فلان ينقل عن مسلم بأنه قال لا إله إلا الله، هو يحكي عن غيره، مو هو اللي قال لا إله إلا الله، هو يحكي عن غيره، فتكون له مفتاح للجنة لا إله إلا الله؟ لا، لأنه لم يقصدها، لم يقصد الشهادة. وهكذا هذا نفس الشيء الذي سقط في ماء، هذا وهكذا هذا، يعني مثل هذا أيضا الذي سقط في الماء، وإن كان قد تطهر لكنه لا تفتح له الصلاة، لأنه لم يقصد التطهر، وإن كان حصل التطهر لم يقصد، لم ينوي. ومن هذا يقول هذا الوجه البديع الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صلوات الله وسلامه عليه اشتراط النية للوضوء، تمام، واضح؟ هذا قال وجه بديع في الحديث. فهذا يعني لم يقصد الطهور، لم يحصل له مفتاح الصلاة. ونظير ذلك الإحرام، أثاث مثال آخر، الإحرام لبس الإحرام، مو النية، الواحد لبس الإحرام، لباس الإحرام الذي هو مفتاح إيش؟ مفتاح عبادة الحج، لا يحصل له إلا بالنية. فلو اتفق تجرده، واحد تجرد من الخمخيط، تجرد من المخيط والمحيط كما يقول الفقهاء، المخيط والمحيط يعني مثل الحاج تماما، ولبس الإحرام وكل شيء، فتجرده لحر أو غيره، واحد حران تعرى مرة واحدة ولقى عنده إزار لف عورته كما يصنع الحاج، لف حتى لا تظهر عورته، فاتزر بإزار لحر أو لغير ذلك من أسباب، لحر أو لغيره، لعلاج مريض مثلا، أي سبب، ولم يخطر بباله الإحرام، هل يكون محرما؟ لا يكون محرما، لا، لم يكن محرما بالاتفاق، باتفاق علماء الأمة جميعا أن من تجرد يعني تعرى كما يصنع الحاج مو يتعرى، يعني يشيل الملابس كلها المعتادة المخيطة والمحيطة يتجرد بها، لأنه مأمور بذلك، ما هو قصد التعري، يعني قصده أنه يتعبد لله بأن يتجرد، يعني يتعرى، التجرد هو التعري من اللباس المعتاد ليلبس لباس الإحرام قاصدا به، هذا المحرم الذي الحاج، لكن هذا لا، هذا لبس الإحرام تجرد كما يصنع الحاج، لكنه لا يريد الإحرام، لا يريد الحج ولا يريد العمرة ولا يريد أصلا الإحرام، فهل يحصل له ثواب الإحرام؟ هل يكون محرما؟ هل يكون حاجا معتمرا؟ لا، لأنه
لم يقصده، لم يكن، لا يكون محرما باتفاق أهل العلم، يعني هذا لا خلاف فيه. فهذه الأمثلة كلها التي ذكرها ليستدل بها أو ليقوي الوجه البديع الذي ذكره بأن قوله صلى الله عليه وسلم أن الطهور مفتاح الصلاة فيه دليل على أن على اشتراط النية للوضوء من هذا الوجه البديع الذي أوضحه رحمه الله في تهذيبه لسنن أبي داود رحمه الله، ونفعنا بما سمعنا. أسأل هذا وأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.